طيب كابتن اشرف، يعني احنا في فتره المنتخب، تمام، اهم حاجه دلوقتي المنتخب مصر. ممكن كمان امبارح كان في قرار برضه هاخد رايك فيه، تعيين الكابتن شيقة غريب وجهازه الفني كجهاز فني للمنتخب الاولمبي الجديد اللي هو مواليد 2001. لكن عايز ابدا بكروش. النهارده كان مؤتمر صحفي وتجميع للمنتخب 24 لعيب محلي، عندنا ماتش مع ليبيريا بعد بكره، وتصريحات اعتقد كلنا قريناها، تصريحات كروش النهارده، وشايف الماتش الجاي ازاي والاستعداد لليبيا. اللي انا عرفته طبعا انه في مباراه ليبيريا، مباراه وديه، دي اعتقد دي هيقدر ان هو يشوف مجموعه اللعيبه اللي موجودين اللي هم بعيدا عن اللعيبه المحترفين، هيقدر يحط النقط على الحروف بالنسبه لهم، المراكز اللي هو هيقدر ان هو يدعمها بالمجموعه المحترفين المصريين المصريين المحليين، يعني في الدوري المصري. لان طبعا هو في الاول وفي الاخر هو اكيد تفكيره ان محمد صلاح موجود، بيتمنى ان يبقى في احسن حالاته، بيتمنى تريزيجيه يرجع من الاصابه. ستريجليس. طبعا يعني انا بقول لك هو دي امنيات عنده. أي. فعايز المجموعه اللي تكون موجوده بتبقى بنفس المستوى، لان انت عندك مباراتين مهمين جدا، بس انا مش عاوز ان احنا نسبق الاحداث ونفكر في المباراه اللي هناك قبل ما نلعب المباراه اللي في ملعبنا اللي هي الاساس في الاول. ليبيا من الفرق دلوقتي كويسه، هي عندها هي ست نقاط مهمين بالنسبه لها، عندها افضليه ان هي هتلعب اكيد، ان هي مش عايزه ان هي تضيع من ايديها نقطه، عايزه على الاقل ان هي تتعادل هنا، يعني الامور ممكن تبقى صعبه لان انت عايز تكسب وهما ممكن عندهم اكتر من فرصه. فالمباراه ليبيريا مباراه مهمه جدا لرؤيه الجهاز الفني وخصوصا كروش بالمجموعه اللي موجوده اللي هتأدي المباراه، لكن انا من وجهه نظري ان هو هيلعب بنفس الفريق الاساسي للمنتخب مصر، هيبقى تغييرات في اضيق الحدود معروفه للناس كلها، بس برضه هو عايز ياخد مساحته ان هو يقدر ان هو يكون يشوف بعينيه الناس اللي تبقى موجوده في الملعب. يعني ممكن يلعب بمين يا كابتن اشرف؟ يعني احنا عندنا في حراسه المرمى محمد الشناوي هو رقم واحد طبعا، ناحيه اليمين بقى في صراع اكرم توفيق ولا احمد توفيق ولا احمد ولا باهر المحمدي. ناحيه الشمال عبد الشافي خرج للاصابه، في حمدي، في محمد حمدي وفي احمد فتوح في ايمن اشرف. انا من وجهه نظري ان ممكن ايمن اشرف اللي يبتدي، ممكن. في المباراه الرسميه انا مش هتكلم عن المباراه الوديه ممكن يختار اي حد عشان يشوف. بس هنا في مصر احمد فتوح عنده القدرات الهجوميه اكتر. طب ليه ما تقولش ان ممكن يلعب مثلا بايمن ومعاه الونش وحجازي ويبقوا الثلاثه دول بس هم اللي موجودين وراه، والباقي بيشتغل بشكل هجومي في المنطقه اللي قدام؟ ممكن، يعني ده على حسب تفكيره. هو لسه ما يعرفش هيلعب ازاي بالظبط، يعني انا اللي اعرفه عنه ان هو بيلعب 4-3-3، لكن امكانيات اللعيبه اللي موجوده معاه والمين اللي موجود معاه هو اللي هيحدد هو هيلعب بطريقه ايه. طيب. احنا دلوقتي كلامنا كله على اللي قبله او كان بيعمل ايه مع الفرقه اللي مسكها بره، لكن كل فريق وليه امكانياته. فهو اكيد هيبقى عارف امكانيات اللعيبه اللي معاه وهيقدر ان هو يوظفهم توظيف يعني بشكل امثل ان هو يوصل للهدف بتاعه على حسب فكره. تلعب مين؟ احنا انا بتكلم على ليبيريا، مش بتكلم على ليبيا. ليبيريا ما فيهوش احمد حجازي لعيب اساسي، تمام، هو والوينش. طب وليه ما تقولش ان ممكن يلعب بالمجموعه الاساسيه عشان برضه يقدر؟ لا انا قصدي يعني بكره ماتش ليبيريا بعد بكره يلعب بمين في قلب الدفاع؟ يعني ممكن الوينش، يعني انا متهيألي هيلعب بالوينش. يعني ممكن ايمن اشرف برضه يبتدي بيه، فتوح يلعب ناحيه الشمال، اكرم ممكن يلعب ناحيه اكرم توفيق ممكن يلعب اكرم ناحيه اليمين. واكرم من الناس المميزه في منطقتين او في مركزين، يعني ممكن يستفيد منه في نفس الملعب، يبقى فيه تغييره من داخل الملعب ان اكرم ممكن يلعب في وسط الملعب، واللاعب لو هيلعب مثلا بالسوليه او طارق حامد في الماتش ممكن يدفع بالسوليه لان هو بيبقى عنده قدرات هجوميه ويقدر بيشوط على عنده تسديد على المرمى بشكل كويس، فيستفيد بوجود اكرم في المنطقه دي لو لعبه بثلاثه، لو هو زي ما انا بقول لك بالشكل ده. لكن لو هو اسلوب لعبه يلعب على اطراف الملعب هيحتاج الاطراف اللي موجودين تحت يقدروا ان هم يعملوا زياده العدديه مع الناس اللي فوق. برضو ده احنا هنبتدي ان احنا نشوف في الفتره اللي جايه هو بيفكر ازاي. يعني احنا مش عايزين نستعجل، احنا كل الكلام ده بنقوله احنا عايزين ايه، يعني هو ممكن يعمل ايه. ما انت عندك في وسط الملعب مجموعه لعيبه، انت مش عارف برضه هو ممكن يلعب يبتدي بمين. لكن هو
انا من وجهه نظري الناحيه الهجوميه ولا النص الديفندر؟ ما هو الاثنين لازم بيقوموا بالواجبات الهجوميه والدفاعيه، ما فيش دلوقتي لعيب بيهاجم. لا انا قصدي الاثنين اللي هم الوسط المدافع يعني السوليه وطارق حامد دول اقرب. انا المفروض ان هو يلعب بالمجموعه في وقت اطول بالمجموعه اللي هيلعب بيها الماتش بتاع ليبيا. دلوقتي مش وقت ان هو يجرب، يعني هو دلوقتي مش الوقت التجارب، لان انت عندك ماتش بعديها باسبوع، فانت المفروض انت تلعب بالمجموعه او اكبر عدد من اللعيبه اللي هتلعب بيها الماتش الاساسي.